بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صراحة الموضوع اللي هنتكلم فيه النهاردة من المواضيع يعني الشائكة اللي الكاد الواحد يقول انه ما ينفعش يعدي يوم من غير ما نعمل فيه بحث جديد ونتكلم فيه في قيمة جديدة. خلينا في موضوع البث بتاع النهاردة، موضوع أولادنا في الغربة وازاي نربي اولادنا في الغربه والتحديات اللي بتقابلنا كمهجرين او كمتغربين او كمسلمين في بلاد الغرب. الاول في شويه مفاهيم خلينا يعني نحاول ان احنا ننبه عليها كده، عشان خاطر احنا ما بيبقاش عندنا يعني ايه زي فوبيا وهاله كده، هاله خوف ان احنا خايفين من حكايه التربيه في الغرب. بصوا يا جماعه، اول حاجه التربيه سواء في الغرب سواء في الداخل سواء في الداخل الخارج هي محتاجة يعني صبر واستعانة شديدة بالله سبحانه وتعالى. التربية في أي وقت وفي أي مكان هي صعبة ومحتاجة مننا إن إحنا يعني أو يعني مش عايزة أقول برضو مش عايزة أعمل شبح خوف، لكن بالاستعانة بالله وبالأخذ بالأسباب الله سبحانه وتعالى بيسر كل شيء. فالتربية في الغرب أو في الغربة أو التربية جوا بلادنا أو جوا بيوتنا يعني سبحانك يا ربي بتبقى محتاجة نفس الجهد ونفس المنهج ما بتغيرش، ولكن بيختلف كل أسلوب وكل مشكلة. يعني احنا دايما نقول في التربية مفيش نموذج أيضاً، مفيش نموذج مثال نموذجي ثابت احنا نمشي عليه، لا كل حالة بتقدر بحالتها وكل حالة يعني بتحتاج مننا احنا كآباء أو أمهات أو مربيين ان احنا نتعامل معها حسب المعطيات اللي حواليها. النقطه دي مهمه جدا ولازم نخلي بالنا منها، لان طبعا يقول لك احنا في الغرب هنعمل ايه. ثلاث اشكال نخلي بالنا فيها في التعامل مع اولادنا في الغربه، يا اما الذوبان التام، تلاقي عائلات في ذوبان تام للهويه، يا اما الانعزال التام لفكره الاختلاط او ان احنا يعني نتعامل مع مجتمع خلاف مجتمعاتنا العربية أو الإسلامية، أو الوسطية احنا بنتعامل ولكن محافظين على هويتنا. وطبعا ده النموذج الأمثل. النقطة التانية اللي حابة أنبه عليها، موضوع الهجرة ذات نفسها وموضوع الغربة والكلام ده مش من جديد، يعني ده حاجة مش يعني حاجة مش بادية جديد، حاجة مش ما جددش على المسلمين، لا بالعكس، بل بالعكس كان الأول كان بيبقى قلة وسائل التواصل. دلوقتي الدنيا على الأقل وسائل الميديا المتاحة بتديك فرصة أصلا إنك أنت تتعامل وإنك أنت تبقى تعرف تتعامل مع أقصى الشرق وأقصى الغرب وهكذا. عايز أدي معلومة جميلة، إن في حجة الوداع كان في 124 ألف صحابي كانوا موجودين في حجة الوداع، اندفن في البقيع منهم 10,000 صحابي بس، 114 ألف كانوا مهجرين وكانوا في بلاده ما كانوش في المنشأ بتاعهم. والامر ده احنا ننتبه ليه جيدا، الامر مش من جديد ولا حاجه مثلا هنقول لا ده حاجه تخوف وحاجه تخض، لا احنا ان شاء الله هنتناقش مع بعض النهارده في مجموعه من النقاط. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يشرح صدوركم ليها ازاي نواجه التحديات مع ابنائنا وازاي نربي الاول، ايه اولوياتنا، يعني ايه هي فقه اولوياتنا في القصه دي، في موضوع ان احنا نربي اولادنا ولا نتعامل ازاي ولا الكلام ده. خليني اقول لكم ان احنا بنشتغل على ثلاث محاور. المحور الاولاني محور الاب والام والمربين والمحيط. طب تعال نشوف انواع. المحور الثاني محور الطفل ذات نفسه او المراهق او الشاب حسب المراحل العمريه، وهنتكلم فيها في عجاله برضو النهارده. المحور الثالث المجتمع اللي احنا فيه. الاب والام انا محتاجه منهم حاجتين، والحاجه اللي انا بقولها دي تكاد يعني ما تلاقوهاش لا موجوده لا في كتب ولا تلاقوها في مقالات، وكل الكتب اللي ورد علينا في موضوع التربيه او التعامل مع اولادنا كتب جايه لنا اصلا من الغرب، يعني مش مناسبه اصلا، لا مناسبه لهويتنا ولا مناسبه لفكرنا ولا مناسبه للحاله اللي احنا بنمر بيها. وزي ما قلت لكم ان كل حاله بتقدر بحالتها الخاصه بيها. طيب ايه اللي على الاب والام؟ اللي على الاب والام النموذج، يعني ايه؟ يعني انا لما اجي اقول انا خايفه من اولادي ان هم يختلطوا بعادات الغرب ومفاهيم الغرب ايا كان اللي بياخدوه، وهقول لكم الصدمه اللي بتواجه اولادنا في الغربه ايه دونا عن الاولاد في المحيط الاسلامي او المحيط العربي بتاعنا. إيه انا عايزه من الاب والام؟ السمت،
يعني ايه؟ يعني يا ابني المشاكل ويا بنتي المشاكل اللي بتتعمل في قلب الاولاد ومن الصغر والله، وبيتشربوها وبتاثر عليهم وبيبقوا طالعين بعقد نفسيه غير رهيبه. احنا بقول لهم بطريق غير مباشر، وانتبهوا يا كل اب وام في الغرب، انا بقول لهم بطريق غير مباشر، انت دلوقتي بتقول لهم ده النموذج الاسلامي المصغر اللي انا عايزك تعيشه واللي انا عماله جابه فيك، مالكش دعوه بالغرب ومالكش دعوه بالنموذج المجتمعي الكبير اللي انا خايف عليه منه. هو شايف ايه؟ شايف سلوك سلبي، شايف ايه؟ شايف زعيم، شايف مفيش اسلوب حوار ناجح ما بين زوج وزوجه، ما بين اب وام قدامه، بقول له ده الاسلام. اهو ده المصيبه، هي دي الكارثه. يعني لما نيجي مثلا في سن مثلا طفوله متوسطه، ولما جينا في غزوه بدر معاذ ومعوز، وبعدين عبد الرحمن سيدنا عبد الرحمن بن عوف بيسالهم انتوا جايين هنا هنضرب هنموت عشان كان بيشتم النبي عليه السلام، مين اللي قال لكم؟ اخبرتني امي. فكلام الام مصدق. تعالى بقى انت دلوقتي في اي مجتمع غربي، والله غربي او داخلي يعني، تعالى شوف مثلا كلام ايه ده ماما يا بابا ما يقولوا من هنا للصبح بقى، ايه ده بابا مين بيسمع الكلام اصلا، ده انتوا جايين مش عارفه ايه، مفيش مصداقيه للقول. طب ليه؟ هل علشان التخلي عن اسس التربيه الصحيحه؟ هل الانشغال بعدم فقه الاولويات اللي اسال عليه كلكم رابع وكلكم مسؤول عن رعيته وعماله مطحون بره سواء الاب او الام ومشغولين في شغل خارجي وسايبين تربيه الاولاد؟ هل 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 اسباب كتير، لكن احنا عايزين نوصل من المفهوم الاولاني اللي على الاسره الاب والام. ارجوكم من فضلكم يلي في الغرب وخصوصا الناس اللي في الغرب، من فضلكم وصل صوره صحيحه عن الاسلام. بتعاملك جوه بيتك مع زوجتك، بتعاملك جوه بيتك مع زوجك. طالما جبنا اولاد، معلش انتوا ما بقيتوش لوحديكم، يعني طالما جبنا اولاد هنسال عنهم، وانا مطالبه شرعا ان انا اوصل الصوره الصحيحه بما قال الله وقال رسول الله. لكن نيجي نشوف ضرب نار وخناقات وزعيق والكرسي والناس سامعه الصوت وبهدله وهنجيب الشرطه وشايفين ويلا رجاله البيت تطلع، ولو لو في شباب في قلب البيت يطلعوا وقت قبل الشرطه ما تيجي علشان الشرطه ما تاخدناش في المحضر، كارثه. احنا بنشوف وبنسمع يعني كوارث. وفي الاخر اقول لهم ايه؟ ها؟ انا اقول لهم إيه؟ اصل ده النموذج الاسلامي المصغر اللي انا عايزك تتمسك بيه. انسى بقى، انسى، ادعي بقى من هنا للصبح وادعي من هنا للسنه الجايه، ما فيش الكلام ده، ولا عيل هيسمع الكلام ده لانه شايف نموذج سلبي. يبقى ده رقم واحد. الامر ده محتاج مجهود طبعا، محتاج مجهود، ومحتاج ان انت وزوجك وانت وزوجتك اقعد اسس. خلي بالكم انا مش علشان اعالج شيء انا اضر البقيه، انا مش علشان امري كذا. وعلى فكره هي الفكره اللي بتحصل في ايه في المشاكل، يعني هي ما البيوت كلها فيها مشاكل، هي المشاكل هي اللي بتخرب البيوت وكذا، والبيوت بتخرب من مشاكل. ابدا غلط، عمر البيوت ما بتخرب من مشاكل، الدنيا كلها مشاكل. هتروح مع اي حد في الشارع، امال ايه اللي بيكشف؟ اللي بيكشف المشكله ذات نفسها، الموقف، طريقه تعامل الطرفين والشريكين في قلب الموقف ذات نفسه. يبقى المشكله هي اللي بتكشف لي الوضع في وضع حقيقي غير صحيح، يا في اسلوب حوار، يا في طريقه تعامل، يا في طريقه مثلا ان انا شايفه ان لا انا الصح ولازم الراي اللي هو يمشي ليه علشان انا الصح وعشان هو لازم يكون كده، مش مثلا انصياع للافضل سواء للبيت او للاسره او للاولاد. مفيش الكلام ده، ما بيحصلش الكلام ده. وطبعا النقطه دي نقطه مهمه جدا، ونقطه لازم نخلي بالنا منها، يعني علشان خاطر زي ما قلت لكم ما وصلش بس سمت سلبي لقلب الاولاد وقلب المفهوم. يا بقى هو ده بقى الاسلام اللي بيقولوا عليه وعايزيننا نلتزم بيه؟ لا انا مش ماليش دعوه بيه. ده رقم واحد. رقم اتنين، الحوار الحاني. يعني ايه الحوار على جميع الاصعده؟ انتوا عارفين ايه الفرق ما بين الاولاد في الغربه، اولادنا في الغربه، والاولاد في المجتمعات بتاعتنا او المجتمعات الاسلاميه؟ ان اولادنا بتعرض، وركزوا في اللي انا بقوله ده، اولادنا بتعرض لكل مواقف الدنيا بدري بدري. يعني ايه؟ يعني اللي بياخده شاب وبعبال ما يتخرج من الجامعه ويبتدي يواجه ومش عارفه ايه، ولو حاجه في شغله او في مجتمع، اولادنا بيتعرضوا للكلام ده في سن ابتدائي واعدادي. اولادنا بييجوا يكلمونا عن اللا دين في سن ابتدائي واعدادي. قرطه اقول ولا انا أقول، بييجوا يتكلموا معانا في الكلام ده، ويجوا يقول لك
ما فيش، ما هو يعني هو ليه لازم يكون في إله؟ بيتكلموا في الدين، بيتكلموا ان في رب، ولا في عقيدة بيجوا يتكلموا ان اتقال لي ما تحددش جنسك دلوقتي، انت مش عارف انت اما تكبر هتبقى ايه، استنى ما تقولش على نفسك كذا وكذا. ابتدائي، خمسة ابتدائي بيتكلم معانا في الكلام ده، ورابعة ابتدائي واقل من كده طبعا. انتوا عارفين ان الحاجات دي بتدرس ازاي، لما يجي يدرس منهج الثقافة الجنسية لا ياخدوه اولادي مني بدل ما ياخدوه من بره. هي الفكرة في ايه؟ الفكرة في الصدمة، في الصدمة في السن، بس ان هم اولادنا بيتعرضوا للكلام ده بدري بدري. علشان كده يا سبحان الله اللي بادئ والله العظيم النجاة، كل النجاة في قال الله قال رسول الله، النجاة كل النجاة في القرآن. عشان كده التعرض للتفسير للقرآن من الصغر يقاد حاجات كتيرة جدا. يقولك العيال بيوصلوا سورة النور، هو انا احكي لهم احكام سورة النور؟ يعني لو انا ماشي مع الازهر هيبقى سورة النور بياخدوها في ثالثة ابتدائي، يعني سنة 9 سنين او سنة 8 سنين مثلا. يقول طالما وصل لها يعرف الاحكام، طالما وصل لها يعرف ايه الدنيا معاه ماشيه ازاي، والامور ماشيه معاه ازاي، والحاجات دي ازاي، يعرف ياخد مني انا، ياخد مني بدل ما ياخد من الصحف الصفراء ولا المواقع ولا حد يقول له كذا جرب الجنس الامن، ياخد مني. ده مهم جدا جدا. النقطه الثانيه نقطه يعني، وخلونا برضو نكون يعني واضحين في الامر ده، الحوار على جميع الاتجاهات، بس يكون حوار آمن وحوار عقلاني. ليه؟ احنا اللي محتاجين ده، احنا اللي محتاجين يبقى حوار آمن وعقلاني، عشان ابني بدل ما يسر لصاحبه ويضره، او بنتي بدل ما تسر لصاحبتها او لصاحبها او لاي حد ان كان بره تيجي تتكلم معاه. لكن لو انا ما عنديش حوار آمن وتصدم، هو الاهالي بيعملوا ايه؟ بيصدم في اللي الاولاد بيقولوه، يا نهار انتوا جايين تكلمونا عن كده؟ هو انتوا مش عارفه جايين مش عارفة. وتبص تلاقي الدنيا باظت، رده فعل الاهل من الخضه ذات نفسها كارثه. رده فعل الاهل من مش عايزه اقول من الخضه بس، والله انا عايزه اقول ان مجرد بس إن إن, ان 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 هو الولد يحس بعدم الامان في الحوار كارثه. فاحنا محتاجين ان احنا نعمل حوار امن مع اولادنا، وحوار فيه تواصل صحيح والفتح على جميع الاتجاهات، وان انا اعرف وما نتصدمش زي ما قلنا، لان مشكلتنا او قدرنا، قدر اولادهم في الغربه بيربوهم في الغربه، انهم بيتعرضوا للحاجات بدري بدري، مش زي الكبار يكونوا تشربوا شويه. طيب اعمل ايه؟ اعملوا يعني معايا بس كده خطوه خطوه، ولو الناس اللي بتتفرج عليا هنا او هنا او على عزوم معانا، هات ورقه وقلم مكتوب، او لو بتتسجل المحاضره دي عيدوها تاني. اول حاجه انا محتاج افهم يعني ايه منظومه التربيه. انتوا عارفين مشكلتنا ان احنا وكذا ومش عارفه لازم نعمل ايه، ولازم لازم 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 ايه مردودها، يعني ايه خلفيتها؟ ابني لازم يصلي، ما هو ليه؟ قلت تقول له اتكلمت معاه في الموضوع ده وقعدتي معاه، بنتي بتحجب وتعرض للتنمر عشان الحجاب وتعرض ليه لمواقف سلبيه جدا جدا، هل كلمتيها عن فرضيه الحجاب وامر الحجاب وان ده ازاي وان ده امر احنا كمسلمات احنا مامورين بيه وهو ده كذا ومدى اعتصامي بيه وكل الكلام الطيب، ولا الفرض فقط اللي بيتقال؟ ما هو لو الفرض فقط اللي بيتقال تبقى كارثه، مش هيسمع، هي مش هتسمع. هل في تناقض ما بين ما يقول الاب والام وما بين الافعال بتاعتهم؟ صلي وده ما بيصليش، التزم بتعليم الاسلام وانا اصلا ابعد ما اكون عنه، ما ده برضو تناقض، ما يخلكش لك مصداقيه. هو الحوار ايه الا اقناع بفعل جوارح ومشاهده بالعين وبعدين تعامل في بالافعال. هو مش شايف الثلاثه، هو مش شايفهم، هو شايف افعل ولا تفعل واوامر بس. فاول ما يطلع بره البوتقه امتى تم 18 سنه عشان خاطر خلاص انا امشي مع البوي فريند بتاعي وانا اسافر ما اعرفش مع مين وانا ما حدش له فيه سلطه عليا. جات لي حاله مره من الحالات في دوله من دول الغرب، ويعني لولا الشرطيه، البنت بلغت عن امها، لولا الشرطيه كانت متفاهمه مسكت البنت قالت لها انا لو خدت البلاغ وكملت معاكي دلوقتي هتباتي في ضر عايق
وانا مش عايز اقولك هتندمي اليوم اللي طلعت فيه من عند امك. ولولا الشرطية اللي قالت كده. مش كل الناس بتعمل كده، مش كل الناس بتعمل كده. انت ذات نفسك لما بيبقى عندك، وخصوصا بتوع اسبانيا يعني والجزئيه البعيده دي، انت عندك مثلا لما يجي مثلا، وخصوصا عدم وجود يعني اقول المنابع الاسلاميه الصحيحه للسقيا او للتربيه، يجي مثلا ام بتقول لي راحت طبيب النفس ذات نفسه، انتوا متزمتين وحرام عليكم سيبوا العيال وهتعملوا في العيال ايه، ويقوم الطفل او الولد ذات نفسه على ابوه. المفروض ان هي راح تعالجه عند المعالج السلوكي. الوضع دلوقتي مختلف، الوضع دلوقتي مصادر المعرفه موجوده في كل مكان وملناش حجه، وده رقم واحد اللي المفروض ان احنا نتعلمه. ازاي يا ربي؟ وايه هي منظومه التربيه؟ خصائص كل مرحله. مرحله الطفوله ايه خصائص مرحله الطفوله؟ انتوا عارفين انا يكفيني ايه في مرحله الطفوله؟ انا يكفيني في مرحله الطفوله ان كل ام في الفتره دي تبقى جوجل بتاع ابنها وبنتها، ده ايه كذا، وتقول كذا كذا كذا، وتتكلم وتقول. انا مره كنت قلت لكم ودايما بحكي القصه دي، انا في مواصله ما بين طنطا واسكندريه في مصر ايام ما كنا في مصر يعني، وتقريبا كان بيبقى ساعه ونص ساعتين الا، طوال الطريق قدامي اب وابنه، ابنه ما كملش 5 سنوات، الولد حرفيا مسكتش يسال عن كل حاجه لدرجه ريحه الكاوتش بتاع العربيه على الاسفلت، ايه الريحه دي يا ابني؟ ابوه يكلمه على المطاط، خصائص المطاط، ولما بيتجمد بمره كان بيسخن مره واحده وبعدين يجمده وبعدين يتحول لفرفت، خصائص بيتكلم عن الشجر وانواع الشجر وكذا، ادي موسوعه موسوعه. عشان كده انا بقول يعني السبب انشغالنا عن اولادنا بالعيش والمرتبات ومش عارفه نعمل ايه، وفي بيوت ما يعني في بيوت لازم يطلع الاب والام يشتغلوا، يعني انا لا انكر هذا الامر، وسواء الزوجه او الزوج لازم يطلع، بس لازم يكون في وقت انت اخترت لنفسك انك انت تطلع تشتغل، وانت تطلعي تبقوا مشغولين بالفتره دي، لازم في ساعه تربيه في قلب البيت. بكلم فيها يا الاولاد كلهم مع بعض، يا بكلم كل طفل على حسب مرحلته وعلى حسب نوع العقليه وعلى حسب الحاجات اللي هو بيتعرض لها ذات نفسه. احنا محتاجين ده جدا جدا. وما اجي او اخصص الساعه دي اقول انا تعبان، معلش، لان ده اللي هنسال عليه التجميع الفلوس، ولا يقول لك انت هتسيب لعيالك ايه، انا هسيب لهم شقه تمليك، انا هسيب لهم ارض، انا هسيب لهم فلوس في البنك، انا هسيب. غلط، ما تسيبش حاجه واصرف ده على عيالك وتعليم عيالك ومهارات عيالك، ادفعهم ياخدوا دورات، ادفع مش نجحوا نجحوا ياخدوا اللي بعديها، ادفعهم ياخدوا محاضرات، ادفعهم ياخدوا نوع من انواع المهارات المكتسبه من الحياه. هو في حد، انا عايز بالله عليكم بس عشان بس اللي يمسكني التعليم ده، هو في حد درس حاجه في جامعه ولا في كليه وطلع استفاد منها؟ يعني طلع استفاد منها التجارب، حتى بتوع طب وصيدله، التجارب ذات نفسه والشغل في المعمل والشغل في المصنع والشغل في المستشفى والحالات اللي بتيجي اللي بتكسبه الخبره، بيبقى عنده خلفيه بسيطه، لكن بيحضر مؤتمرات عشان يعمل وعشان يواجه. ده الاستثمار. ما تخليش ولا قرش، وانا اهو انا بقول الدعوه، ما تخلوش ولا قرش للزمن، ولا خلي الاستثمار فيهم هم. خلي ابنك يكتشف هو عاوز ايه، عادي ما ينفعش في الدور اللي بعديها، يلا اللي بعده، وده مش مشكله، يلا اللي بعده، ايه تاني؟ تحب ايه؟ تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ من الدنيا كده. لكن ابقى مشغولين، نبقى مشغولين في شغل وفي وظيفه ومشغولين في نوع من انواع الطحنه بتاعت الحياه ومفيش ساعه تربيه في قلب البيت بتتقال، خلاص ده في الغربه واللي بره الغربه، في الغربه بقى مضاعف، انت مطالب بده. ده رقم واحد. رقم اتنين، اربطه بالمسجد او المركز الاسلامي. انا واحده بتقول لي دلوقتي انا في تورنتو ومش عارفه فين وبعيد ومثلا في المانيا، مع ان في فرانكفورت وفي في كل مكان. يا جماعه روحوا المكان اللي فيه ان شاء الله اليوم الاجازه، روحوا المكان اللي فيه المركز الاسلامي، روحوا المكان اللي فيه المسجد، اربط عيالك بالمساجد. لسه شايفه دلوقتي فيديو لمجموعه من الاسره التركيه وبتاخد اولادها كل اجازه بيروحوا مسجد شكل، يقول لك معرفش زاروا 150 من المساجد، يربطوا اولادهم وروحوا المركز الاسلامي والانشطه اللي بتتعمل في المركز الاسلامي، ويا كل داعيه ويا كل شيخ
يعني نداء مني من المنبر اللي انا قاعده فيه دوت، يا كل شيخ ويا كل داعيه وكل مركز اسلامي، اعملوا نشاطات للمسلمين في الغرب. وانا اعرف انشطه في اماكن اسلاميه اللهم بارك، اللي قايم عليها نساء، واللي قايم على المشايخ، واللي قايم عليها شباب الدعوه. اعملوا الكلام ده، اعملوا الكلام ده. لكن اجي اتخلى عن الفكره ديت، او اجي اتخلى عن الدور الاساسي علشان امر لن اسال عنه شرعا. تخيلوا اللي هسال عنه شرعا البيت والاولاد الرعيه، واحنا مضيعين. يبقى رقم اتنين اربطهم بالمساجد والمراكز الاسلاميه، ودايما اقول. طيب رقم ثلاثة، قول دايما صليت، عملتي اخبار العشاء ايه، القران ايه، ها الوضع، قول قول. اما تيجي مناسبه استغلال المناسبات، اما تيجي مناسبه انا مطالب ان انا استغل المناسبات دي، استغل المناسبات وابتدي اتكلم فيها. دخلت رمضان، دخلت شعبان، دخلت راجع، اي اخطاء، اي حاجه، كل حاجه. بس لو انا مواظب كاب وكام على الحاجه الاساسيه، الحاجه الاساسيه اللي هي اللي خاصه بساعه التربيه في البيت، انا الى حد ما مطمن. ليه؟ اولادي بيسمعوا. ما يبقاش مصدر التلقي العالم كله، ده العالم كله ضدنا دلوقتي يا بشر، يا كل اب وام بجد، العالم كله ضد منظومه القيم والاخلاق. مش بقول الاسلام بس، القيم والاخلاق، خلاص وصلنا لكده. يعني الموضوع مش بقى اسلام بس، لا، الكرتون، الاعلانات، الميديا، الكوميكسات اللي نازله كلها ايحائيه، كلها كانك انت الف حصل عند الطفل وعند الولد. بكلمكم في اطفال ابتدائي، والله يا جماعه ابتدائي، الف للمعصيه، الف ما عادي. طب ما احنا، ما احنا عارفين ده حرام هم يعملوه، واحنا مالناش دعوه كده. يا جماعه، يا جماعه، ما زوجة قمرو كانت كده بس، قالت بس هم اعراض. فهي الفكره في الاول وفي الاخر احنا محتاجين ان احنا ننتبه انتباه حقيقي. قول قول وعيد الاوامر، ما تزهقش. انتوا عارفين التربيه ايه، الناس اللي متابعه معايا وحافظين، صبر وايه، ايوه الله يفتح عليك، واستمراريه، الله يفتح، صبر واستمراريه واحتساب لله. الهدايه بايد ربنا، بيبقى ابن عالم وابن شيخ وربنا، اه ابن سيدنا نوح، ها دبي يعني، يعني كسر يعني سيدنا نوح. لكن الله عز وجل الاستعانه بالله في الاول وفي الاخر، التربيه من عند ربنا سبحانه وتعالى، ونستعين. لكن ما ذوبش، هي دي مشكلتنا. انا سمعت مقوله ويصفني جدا جدا ان انا اقول لكم المقوله دي، ومقوله تخوف، مقوله تخض، وخصوصا للناس اللي في الغربه والناس اللي في الغرب. يقول لك الجيل اللي انت فيه عارف عن الاسلام، اولادك هيبقوا حبه حبه، حبه عارفين وحبه مش عارفين، لكن الجيل التالت استحاله يكون عارف حاجه عن الاسلام. واستشهدوا بشخصيات ما فيش داعي ان احنا نقول اساميهم، وشخصيات كبيره وشخصيات عالميه، واستشهدوا بيهم ان دولت ادي اهو، ابوه كان مسلم، وبعدين هو عيلته بقت ايه، جده كان مسلم، وبعدين ابوه كان نص لبه، وبعدين هو خلاص اتشالت اللبه كلها، والعياذ بالله، صلى الله عليه وعلى عافيه. بعكس قبل كده كان يجي يروح مجموعه من الناس 70 واحد ولا 80 واحد ولا كذا، كله وناس ثابته على دينها وعلى مبادئها وعلى اللي اتعلمت عليه، وهم تعالوا شوفوا اللي في الشيشان واللي في افغانستان واللي في روسيا واللي في كذا، الاسلام فضل فيه فرض فرض، وكان ما يعرفوش يحفظوا، يروح يحفظوا في الجبال عشان صوت القران ما يتسمعش، ويرجعوا تاني. سيدنا فكرني بسيدنا عبد الله ذو البجادين، كان يعني يروح 15 كيلو يجري ورا الصحابه اللي بيهاجروا من مكه للمدينه، وبعد ما هم بيهاجروا كان ياخدوا يمشي معاهم لحد يحفظوا الصوره الجديده وتعليم الاسلام، ويرجع تاني. 15 كيلو رايح 15 كيلو جاي، وتقريبا اللمبه دي فصلت. فالفكرة في الأول وفي الآخر إحنا محتاجين حقيقة إن إحنا ننتبه. حوار آمن، نعمل نوع من الصداقة الوالدية مع الأولاد، حوار آمن وفي كل الاتجاهات. أتعلم إن أنا أبقى سمت وما لهمش أدي الإسلام، ها أدي الإسلام، أدي أدي اللي أنا عايزاكم تعملوا، وإحنا نموذج سيء للمسلمين. هيكره،
هيكره. النقطة التانية، نقطة ان احنا ننبه دايما، ننبه من فضلكم من فضلكم الصلاة، الحجاب، القرآن، واقول واستغلال المواقف. الامر الاجمل ان انا اربطهم بالمساجد والمراكز الاسلامية اللي موجود في الغرب، واختار مكان ومدينة، اختار مكان ومدينة، لازم مكان ومدينة تعمل لي يبقى قريبة ويبقى فيها سمت اسلامي ويبقى فيها انشطة. ونهب كل الناس اعملوا ولو القليل، والله هتلاقي الناس اتجمعت عليكم. بنوتة من البنات بتكلمني في بلد من البلدان في اوروبا وبتقولي انا مش المدينة اللي انا فيها ما فيش. قلت لها ابدأ انت، ابدأ انت ان شاء الله في يوم السبت والحد ماشي، وتجمعوا في حديقة وابدأ انت. جه حد طبعا اليمن، ما شاء الله اليمنيين لهم سابقة خير في كل مكان، جالية اليمنية. جه واحد يمني قال لهم انا هنشتري مكان، واشتروا مكان. وجه راجل اعمال قام جاي عمل ومكلفه وقام جاي مش عارفه ايه وكذا، واعطاه واتفتح المركز الاسلامي. الله سبحانه ابداوا. بتقول احنا كنا بادئين بس في البتاع. الكلام ده من 3 سنين يعني، مش يفكرونا الناس اللي كانوا في بلد مش فاكره كانت فين في امريكا وما كانش فيها، كان خدوا مكان هما الدور اللي التاني وكان تحتيهم مرقص مالها ليلي، وهم كانوا الدور اللي فوق، وفضلوا يدعوا ربنا يدعوا ربنا ويتجمعوا الناس ويعملوا لحد ما اشتروا المكان كله. اللي عايز بيعمل، لكن المهم ان انا اربط اولادي بالمركز الاسلامي الموجود وانشطته حتى لو قليله، حتى لو كل في نربطهم. المهم يشوفوا جو في مجتمع، في مجتمع بيقول الله ورسوله، في مجتمع ما يبقاش المدخلات اللي مدخلالهم دي حاجة واحدة بس، يا برا يا المجتمع الكبير اللي احنا خايفين اصلا ان هم يعملوا منه. اخر حاجة تعالوا نعرفهم عن ربنا. طب ما فيش، عرف، هات زي زمان لما كانوا بيعملوا. يا عم ما بقولكش قول غيبي، هات فقه السيرة، ولا هات حديث الأربعين نووية، وهات أي تفسير أسباب النزول للسيوطي، أي كتيب، وافتح واقرأ منه، هم يقرأوا معه. عودوا اقرأوا ساعة التربية، وطبعا باختلاف المراحل. طب بتواجهنا مشاكل، بتواجهنا أناقش فيها إن شاء الله. دلوقتي عندكم الكلاب هاوس فاتح غرف لمناقشة كل حاجة في قلب الدين، ويجيبوا علماء ويجيبوا مشايخ. يا عم ابحث عن النت هتلاقي. روح المركز الإسلامي اللي عندك وشيخ فتوى وقول له أنا بعرض لكذا، بعرض لكذا، بعرض لكذا. الحاجات دي مهمة، الحاجات دي مهمة، وما ينفعش بأي حال من الأحوال إن إحنا نقول ده احنا ممكن نكسل عنها او غيرنا يقوم بيها. والله ثم والله ثم والله ما في حد هيقوم بدور التربية لأولادك زيك، ما في حد هيبقى حريص على أولادك وعلى ان احنا فعلا نعديهم بر الأمان ويبقوا هم عندهم الذاتية والمراقبة ذات نفسيهم إلا انت، إلا أبو الأم. فانت اللي بتسعى، وحس زوجتك وحس أهل بيتك والكلام ده، وكون نموذج. وفي الاول وفي الاخر نستعين بالله، الاستعانه بالله سبحانه وتعالى، الهدايه من الله سبحانه وتعالى. الخطوات اللي احنا بنقولها ولا الوسائل ولا مجرد الكلام ذات نفسه، مناقشه اي موضوع ذات نفسه، ده اسباب الله عز وجل هو ربها، رب الاسباب، يعطينا بدون اسباب، ويعطينا الله عز وجل بالاسباب، ويعطينا مع انتفاء واستحاله الاسباب بالدعاء، وان يشوف منك حرص. الله سبحانه وتعالى كريم يا جماعه، عمره ما هيشوف منك كأم او كأب خطوات ان انا فعلا عايزه هدايه اولادي. يا رب باخد بالاسباب، يا رب بعمل كذا، يا رب كذا، يا رب يا رب عيني، يا رب فهمني. والله لسه مكلماني اخت لا تقرا ولا تكتب، تقرا القران فقط سماع، وتجودها الى حد ما جيد فقط. وفي بلاد بتقول لي بيعبدوا الوكواك، مش عايزه اقول لكم ايه. والله ما بارك وطلعت يعني اولاد وصبيان مش بنات، تقول لي ابني ده ما بيفوت فرض، ابني دوت مجمع البتاع لحد ما نبني مسجد في المكان، مكان يعني بالام. طب الام ما عندهاش الحس،
ملهيين في ملهيات الدنيا، علامات الساعه والمسيخ الدجال اللي جالنا عن طريق السوشيال ده. الاب انت قيم، انت الراجل، انت تسال على اهل بيتك وامر اهلك بالصلاه وكل ما يمت على الصلاه، مش الصلاه فقط، وكل تعاليم الدين وبالراحه. وخليك انت نموذج، هم يقولوا الله يا رب، الله اهو ده النموذج، اه انا زي ما اهلي وابويا كان بيقول، ده النموذج اللي احنا محتاجينه. في النهايه ادعو الله سبحانه وتعالى لنا ولكم بالخير، ربنا يكرمنا واياكم، جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. لو في اسئله للناس اللي على الزوم هختم مع الناس اللي هنا. اراكم ان شاء الله من حلقات يوم السبت باذن الله راجعين تاني. وشكرا لكل الناس اللي سالت على تعبنا، الحمد لله عدت على خير، ما كانش كورونا ولا حاجه، كان دور برد. جزاكم الله خيرا، والقاكم الاسبوع القادم باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.